تحت شعار أعطي من نفسك للآخرين، أقام مركز كروستوك الخيري في 21 تشرين الثاني نوفمبر الماضي في فندق لورويال حدثه السنوي. أنا بزعل وأنا بقص شعري لأنه روحي معلقة بشعراتي، بس وقت عرفت إنه عم بعمل عمل إنساني بحياتي، إنه مش ناطرة تموت تتبرع بشي لحدا غيري، بقى كثير فرحت وانبسطت. خلال هذا اليوم المميز قام عدد من المتطوعات بوهب 10 سنتيمترات على الأقل من شعرهن في سبيل صنع شعر مستعار للأولاد المصابين بمرض السرطان الذين فقدوا شعرهم نتيجة العلاج الكيميائي. لو إذا أنا شعراتي ما أنا كتير طوال، بس بقدمهم إياهم لأنه كمان هن أولاد مثلي. ألو حياتي. سيدتي أبدا لن أقولها لك. شكرا. حالة عرف عبد المجيد مهبوب كيف يروي شوق المبتسمين وحنينهم للدراما اللبنانية الجميلة، لكنه لم يكن يعرف ماذا يجري في كواليس سيرون. الدكتور سيسين ريمي نجل المخرج أنطوان ريمي والراحلة الأميرة هند أبو النمع يتحضر للدخول إلى الاستوديو. آخر مرة التقينا سوا والله بعزم لعيد الأضحى، قال لي إنه في هاي الحلقة وسألني إذا أنا مدعو، أنا قلت له لا، قلت له بعد زمان ما قال لي ومني عارف إني جاي. إيه أكيد أنا حابب أشوفه بصراحة وهيك نرجع نحكي سوا. خصوصا معنا ساعة يعطينا عمر الحلقة، مش عم عيد شوية الزهرين. وهذا الفيلم حاضر شيء انت من قبل؟ لا. كلمات سريعة للكاميرا في الكواليس، عاد بعدها الدكتور سيسين لمتابعة مجريات الحلقة. عبد المجيد كانوا كوك بعقله، كثير كانوا كوك الناجح، بعتقد أجمل شخصين مثلوا سوا. كمان عبد المجيد مجذوب، شخص لا يتكرر. برجع بشكري وبهنيك على دورك الرائع، كنت سارة برنا. وانت مع بداية عرض تلفيلم الليل الطويل على الهواء انتقل مجذوب إلى عالم آخر وكأنه سافر عبر آلة الزمن. أما في الكواليس فكان العد العكسي قد بدأ للمفاجأة الكبيرة. أكاد لا أصدق. فريق سيري وانفتحيت اللي شايفينه هلا منطلق، كيف كان بكواليس تصوير نشرة الاستقلال اللي رجعنا فيها لزمن الأربعينات يوم استقلال لبنان سنة 1942؟ بدي بس شيل هاي من هون، بين شيء عندي من هون من عندك. وقد نقل الدكتور ياسين. تأجيل السحب المقبل من اليزنصيب الوطني، عيدوا. ليه؟ وقد نحسك هاي الأول هيدا حمص إلا أن فخامة الرئيس سمع ضحك ولا حكم أنا رح أضحك بلا شيء عبر العيون السرية التي تعمل عبر العيون السرية التي تعمل لجريدة تلفاز واعتبرت مصادر مراقبة هذا التطور بمثابة إجراء تد مصادر مراقبة ما في صورة لهاللون حطة دعيتي طيب من أي
من أي؟ من الأول. ماشي. بعد مرة. سوري. سوري. المصدر المصدر المسؤول في الحكومة في الشرح. تعيد؟ إيه من عيد. بدو يعيد. بس أنت ليه عم تعيده؟ فيني عجل بس شوي الأوتو كيو بس ما عم تبين من تحت. انطلقت التظاهرات الشعبية العفوية في كل المناطق اللبنانية. لا عم تعجله كثير. راح اختفي موكب فخامة رئيس الجمهورية وأركان الحكومة الأجلاء. ما عم شوف تحت سوري. وقد نقل هلو إلى الجزائر واعتبرت ليه عم بقول اعتبرت ما عم بفهم. إيه لا صعب. نيحة؟ نيحة من عيدة؟ نيحة من عيدة؟ أو من عيدة؟ من عيدة؟ هلا منيحة هاي؟ هيك جرت أكتي أنا أكتيب أنا عايشة هيك. وكانت دفة لزق أمي بعد بس علي وين؟ عزك كيف بعدين؟ خلاص؟ بس انت صوت فيروز؟ هلا انت بتحكمه وبتشوفه. يلا لنشوف، تفضل. اسمك غنيت، اسمك رح غني، ركعت وصليت والسما تسمع مني. عطلالك عجبالك ركعت وصليت عون السما قريبي بسمع نايات حبيبي. شو اعصابك؟ تمام. هو 10 سم قد ايه لي؟ تقريبا بيطلعوا هالقد. هو كافيين بيقدروا يعملوا بيروك بال 10 سم؟ هلا اذا مش عاد كفايه الشعر بيستعملوا عده اكثر من شعر شخص واحد. شو بس انا هون عم بصير بشي؟ شو بدكم تقصوا شعر بالبلش؟ يلا قص بس انا؟ شيلها انا شو؟ في قص؟ في قص؟ لا؟ ليه ولا؟ لا عزيز. طيب يلا اسالي. واو حاسة عم بعطيك هيك جوهرة. مظبوط هن جوهرة. وسأبت طلعت على التي في هيك ريبورتاج صغير وانا بعلم بمدرسه كمان وتلاميذ ثاني يوم انا رحت على المدرسه دوموزيل ندى قصت شعراتها بس مش بس قصت شعرها عطيت شعرها قدمتهم للاولاد يلي هن بحاجه انه لهذا دونك حسيت يعني بهالفتره كمان انه قديش هالعطاء يعني انه عطى صدى بقلب الاولاد الصغار يعني انه كيف وثاني يوم وثالث يوم تلميذتين من تلميذه وحده عمرها 8 سنين وحده عمرها 12 سنه قصوا شعراتهم وجابوا لي اياهم يعني انه دوموزيل ندى هدول الشعر تفضلي انه قدميهم انت. حلو. حسيت كثير يعني برافو. انا بدي اوجه عبركم التحيه لكل الناس اللي ساهموا معكم بهالنشاط واللي تبرعوا خاصة هلا لريبيكا وساندرا اللي يعني عملوا هيدا الشيء على الهواء بعرف شغله مش هينة. عادة ركضة وارد الزراعة بسمة سمتة ثروات تصور لتخيل برعاية وزارة التربية والتعليم العالي تنظم جمعية أنا العالم مسابقة الفيلم القصير صور لتغير لأجل مجتمع أفضل. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت iamtheworld.org. هلا هيدا الشباب أنتوا عملتوه أو يعني هي الفكرة لصراحة بلشت من كلمة أنا العالم أنه نحن مجموعة شباب قررنا أنه بدنا نعمل شيء بس دائما يعني منطلع على الأكتيفيتيز اللي بيعملوها غير
أشخاص منلاقي إنه كل العالم أو معظمهم بيركزوا على المجتمع دغري. فنحن فكرنا إنه ننطلق من فكرة الفرد، إنه ليش الواحد لازم الواحد يبلش بحاله ومن بعد ما يشتغل على حاله ويطور نفسه بينطلق للمجتمع. فمن هون بلشت فكرة أنا العالم ومنا أكيد صور لتغير. هو ما بعرف مين حابب يحكي عن الجمعية، بس شو أنا العالم يعني؟ إنه نحن الهدف منا أن نبلش بحالنا نحن كأفراد. من أساس الجمعية؟ هي مدام أمل اللي بدت بالفكرة، ويعني وتجمع حواليها شباب عندهم يعني بيشاركوا بنفس الفكر ونفس الروحية. قررنا كلنا نجتمع ونعمل هيدا الشيء. ومثل ما قلت هلأ من شوي أنه بلشت من فكرة أنه ليش نحن دائما لازم نبلش من المجتمع. كيف لا سميتوها أنا العالم؟ كرمال هيدا السبب انه على فكره في كثير ناس فكر انتقدونا قالوا انه انا العالم اوف هيدا شيء اسم كثير مغرور او انتم كثير معتدين بحالكم، بس هي الفكره مش هيك ابدا، هي العكس. هي مثل ما هلا حكينا من شوي انا او حضرتك او سلام اي حدا هو فرد من هالمجتمع، لما ببلش بحاله بيطلع على عيوبه بيطور بنفسه هيدا بينعكس ايجابيا على المجتمع. فيلم غنائي من بطولة كارل سلامة، حالا بيكون اخذ دور عزيز اللي هو بطل فيلم. وخلص يلا خلينا نشوفه سوا. زاد منيح تشيز مي بصل خلطه منيح وتبلهم بشوية بهارات على الوش وعلى الأفا.